السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا حضرتك، أنا اللي كنت مكلم حضرتك إن الفتاة اللي تزوجت بدون رضا أبيها، شيخنا بعد إذنك، هي أبوها ما جهزهاش غير جهاز بسيط جدا، فهل يبقى حرام عليه؟ ليس بحرام عليه وليس هذا بواجب عليه. نعم شيخنا؟ ليس بحرام عليه وليس بواجب عليه. جزاك الله. وياكم.